هو سم، لكن فيه شفاء للناس من أمراض عديدة مستعصية. إنه سم النحل الذي يسهم في علاج الجسم وبنائه عن طريق الوخز، وهو مطلب الوافدين إلى عيادة الحكيم سعدون علي المتخصص في العناية الجسدية والطب التكميلي. العلاج بسم النحل. سم النحل المحتوى نتاعه مواد، هذه المواد سائلة لها فوائد علاجية في جسم الإنسان. بغض النظر عن العلاج، هناك طريقة أخرى هي إعادة بناء الجسم. يحتوي هذا السم على مواد ومضادات حيوية كثيرة تداوي أسقاماً عجز الطب عن مداواتها. دار لي نحلة، عاود دار لي حجامة، وعطاني الدواء كنت نأكله، ويا ربي لك الحمد. كانت عندي لا ديابيت، وكانت عندي طالعة بزاف، بديت نداوي عنده بالنحل فلاسيون 6-9. دروك راني الحمد لله من السكر، راني يا ربي لك الحمد. ويتم الاعتماد في العملية العلاجية على العاملات من النحل فقط دون الذكور. الأمراض اللي عالجناهم عدة أمراض، مرض الغضروف، كذلك داء السكري، ضغط الدم، التهابات داخلية، التهابات خارجية، تخية شبكية تاع العين، التهابات العين، جلوكوم، ضغط العين كذلك. لكن الوخز بسم النحل قد لا يتناسب مع كل المرضى لوجود حساسية تستدعي إجراء تجربة قبل تطبيق العلاج. سي الشعوفي هذا جانا عنده داء سكري من 2000، ديابيتيك، جا عندنا عالجناه. كيفاش عالجناه؟ بنينا خلايا جدد في البنكرياس على مستوى رأس البنكرياس وديل البنكرياس وخلايا البنكرياس، حفزناه ولا ينشط ولا نو ديابيتيك الآن. يستقبل الحكيم في عيادته النساء والرجال بمختلف أعمارهم وتباين معاناتهم الصحية أملاً في الشفاء. الحمد لله الذي من علينا الله سبحانه بأخونا علي سعدوني بيد الشفاء، وهو شفاء من الله. وكانت هذه الفكرة سمى تتداول بين الناس، وكنت من الآخرين ليس الأولين. كما يستقبل الأطفال أيضاً، وكله ثقة بخبرته وقدرته على المساهمة في التخفيف من حدة المرض، بل وقد تصل للقضاء عليه نهائياً. تموت هذه النحلة مباشرة بعد فقدها لهذه الشوكة الغنية بسم تتخذه سلاحاً للدفاع عن مملكتها، لكنها تحيي أملاً كبيراً بالشفاء لدى هؤلاء المرضى.